خضتي تجربه سواء انت قلتي في مصر انت يعني شايفه ان التوصيف الاضبط هو صعود الجبال مش تسلق الجبال. ده حقيقي. طب في جبال، لا في جبال قليله في مصر تستحق كلمه التسلق، بس هي مش كتير وعلى الليفل من الصعوبه غير معتاده. طب انت طلعتي بره مصر بقى يعني؟ طلعت بره مصر. في دول كتير مشهوره بسلاسل جبال من النوع اللي ممكن يبقى مستفز بقى لشخصيتك فتبقي. ده حقيقي حصل. رحتي فين؟ يعني انا طلعت كليمنجارو على قمه في افريقيا. وكنت في طريقي لألبرس أعلى قمة في أوروبا، لكن قبل يعني ما توفقتش في طلوعه بسبب وقعة في عاصفة قبل الجبل ب 200 متر، قبل القمة ب 200 متر. يعني هبت ريح، يعني كنت بطلعه كان في عاصفة ثلجية، وكان مش صح إن أنا أطلع في الوقت ده. هو في رولز يا مي، انت مش اي حد يقدر يطلع في اي وقت صح؟ لا هو الوقت ده كان هو ده الايديال تايم ليه. يعني انا طالعه في نص سبعة. العاصفه جت مفاجاه. العاصفه كانت مفاجاه. بس هو في الظروف العاديه دايما بيكون في تنسيق مع كل الكيانات اللي ليها علاقه بحاله الجو وكده عشان ما يحصلش مشاكل. لا ما هي العاصفه كانت قبلها مفاجاه بيوم ما كانتش، الجو كان تمام وكلير جدا. يعني انا كان قبلها واحنا بنتشيك الويزر كان ماينس واحد ماينس ستة، ده جو حلو قوي زي الفل. تمام. قال لك ماينس 6 جو حلو جدا. حلو جدا بالنسبه لي. ونلضم دي بقى مع الجمله اللي قبلها اللي هي بتاعت ان التعبان اكيد بتقولي حضرتك انا تعبان اليف وانت اللي بتستفزيه فهو لو ما استفزتوش هو لذيذ في حاله. اتفضلي يا استاذ. طب ايه هطلع على العباسيه ولا ايه؟ يا نهار ابيض يا استاذ طمنين عليكي. انا زي الفل. تمام. فده كان جو حلو قوي ماينس 6، ده جو على فكره مش وحش. تمام. وما كانت سرعه الريح 4 5 ده شيء ممتع. قبلها بيوم بس الجو اتغير تماما قبلها بيوم. هو الجايد قال ان احنا مش هينفع نطلع، بس لان انا كنت زنقه نفسي في الوقت ولان ما كانش هينفع استنى. يعني انت عانيتي مع الجايد؟ عانيتي مع الجايد وطلعتي؟ غلط. وده كان غلط اكيد. تمام. ودفعت ده ثمن غالي قوي. ايه بقى الثمن؟ عايزين لما تخلصي القصه احكي لنا. تمام. فطلعت لان كان الفكره هو طلب ان انا استنى يومين وانا كانت الفيزا بتاعتي هتخلص. فمش هينفع ان انا انتظر يومين في، يعني انا هنا لو في بلدي استنى يومين اسبوع مش فارقه. لكن نضحي بحياتنا مش مهم. طياره مش مشكله هنجيب غيرها، بس في فيزا وحياتك. طيب لو في خطوره انا قلت بقى مش مشكله وربنا هيسترها ويلا ومش عارفه ايه والكلام من ده. طب انت عموما يعني غير الموضوع كونسبت ده اللي هو خرج، وده غلط، خرج من المغامره لمخاطره. انا اسفه يا بابا هو بيشوف الكلام ده. باباكي معانا على غير تسلق